واحدة ماني قاعدة في الفندق. يا قلبي أنا عارف والله العظيم إن الخطر راكبني من راسي لساسي، لكن والله العظيم خلينا بس أذى الليلة وبكرة نحركه. هذا خمس نجوم اللي أنت موعدني فيه؟ هذا الدلع؟ هذا المساج؟ جايبني هنا عشان أشوف قرود؟ يعني أنا وجه قرود؟ لا 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 يا قلبي وش دعوة يا قلبي، بالعكس ما في مقارنة يا قلبي، أنت أحلى من القرود أكيد. ما يعني خلاص بنطلع من الفندق الليلة، يعني بنطلع من الفندق الليلة، وإذا ما راح نطلع خلاص وأخر ما بيشوف وجهك قدامي. يا قلبي الله يرحم لي والدك، والله العظيم من عيوني في الدير بسوي اللي تبغيه، بس خلاص خلينا ننام ذي الليلة وبكرة نمشي. ما أبغى أشوف وجهك، ما أبغى أسمع ولك أنا. ولد ها الحين الهدايا هذه جايبها عندي في البيت المن إن شاء الله. أنا رحت أتسوق فجبت معي مقاضي، قلت أجيب لك أجيب لكم المرة معي هدايا. تجيب لي أنا هدية؟ يعني هذه الهدية لي أنا؟ لا محشوم يا خال، ما هي لك أنا، يعني هذه يمكن لخبطنا، في هدايا ثانية لك جبتها لك أنت. يعني اسمع يا خالد، هداياك هذه خذها ولا عاد أشوف رقعة وجهك عندي في البيت، وصافي أبعد عنها لا أذبحك. وض تمام؟ أقول أنت تمام؟ كني سمعت صوت هوشة عندك. لا بسيطة يعني. تمام الحمد لله. أنت تمام؟ ها؟ أقول أنت تمام؟ لعلي سمعت صوت هدة في الغرفة. لا تمام يعني بسيطة، ما في شيء. تمام نطلع السطح. ها؟ نطلع السطح. تمام. يلا. شوف. النسوان ما يسلكون إلا بالهدايا. خل عنك خرابيط النت ذي والسوالف اللي ما لها سنة، ولا وش تبي في خدودك؟ والله يا خالد أنا والله ما عاد أدري وش أسوي بعمري، والله وأنا أخوك إني تعبت، والله العظيم تعبت. لا لا ما عليك، خذ. شفت الهدايا ذي أنا جايبها لك؟ راح راضب بها زوجتك وما تهون علي. لا 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 لا. لا والله ما ودي أكلف عليك يا خالد، ولا ودي صراحة أدخلك في مشاكل الزوجية، لا أرجوك. لا 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 عيب، ترى إن قرابة وأهل وأخوان، خلي عنك سؤال الفاضي. وإذا على صورها ترى صور ما وش بتخرب بيننا صورة وأنا أحذفها. ها الله يبيض وجهك، الله يبيض صور وحذفنا، وهذا الفيديو حذفنا. صور فيديو بعد؟ يعني وثق اللحظة خلاص. حزت شيطان. إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يقاك. والله نورتنا يا عادل. الله يخليك. لازم تزورنا مرة ثانية. ما قصرتوا.